البداية إذا من المغرب، حيث أعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال خلال انعقاد دورته العادية الثالثة في الرباط السبت قراره الانسحاب من الحكومة. صوت المجلس الوطني للحزب الأغلبية على قرار الانسحاب، وذكر مصدر مطلع من الحزب للجزيرة أنه سيتم رفع مذكرة بهذا الشأن إلى العاهل المغربي. وتملك كتلة الاستقلال 6 وزراء في الحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية، وكان أكثر من 100 عضو من شباب حزب الاستقلال دعوا إلى الانسحاب من الحكومة لتفادي تحمل ما وصفوها بالتبعات السلبية لحكومة بنكيران في تصديها للأزمة الاقتصادية التي يواجهها المغرب. من جهته اعتبر عبد الله أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية أن موقف حزب الاستقلال انقلاب على الانتقال الديمقراطي في المغرب. ومن الأسباب التي أوردت كدافعا للانسحاب من الائتلاف الحكومي انتقاد حزب الاستقلال لأداء الحكومة، معتبرا أن أداءها لم يكن مجديا في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى المغرب بسبب انعدام التجانس والحوار الحقيقي داخل مكونات الأغلبية الحكومية. كما اتهم عدد من الوزراء محسوبين على حزب التقدم والاشتراكية باتهامات أخلاقية علنية خلال تظاهرات فاتح مي الأخيرة. وكانت شبيبة الاستقلال قد ضغطت باتجاه الانسحاب من الحكومة بعد أن انتقدت الأداء الحكومي، ودعت الخميس إلى تأسيس جبهة وطنية لحماية الديمقراطية مما وصفتها بالأصولية الشيوعية والإسلاموية التي تعتقل الدستور وتسعى إلى قتل الديمقراطية. ومعنا من الرباط عمر عباسي عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال. سد عمر، قلتم انكم يعني ان اداء الحكومه لم يكن مرضيا، لكنكم جزء من هذه الحكومه، الا تتحملون جزء من المسؤوليه في ذلك؟ شكرا سيدي. لا نتحمل اي جزء من المسؤوليه، لاننا نبهنا هذه الحكومه واستنفذنا كافة سبل مؤسساتية لتنبيهها إلى الخطورة التي أوصلت إليها البلاد. وجه حزب الاستقلال مذكرتان إلى هذه الحكومة، ونبه في جميع اجتماعات الأغلبية إلى أنها تتخذ إجراءات ضد الشعب المغربي ومبادرات لا تخدم الديمقراطية في بلادنا وتعتقل فعلا الدستور. لذلك فإن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال اليوم هو يخدم الديمقراطية في بلادنا، لأنه عندما انخرطنا في هذه الحكومة انخرطنا على أساس تعاقدات واضحة، ولكن اتضح لنا بعد سنة ونصف هذه الحكومة بأن المسار هو مسار اعوجاجي خطير، مسار نكوصي خطير يضرب في الديمقراطية، يضرب في الوثيقة الدستورية. لذلك قرر المجلس الوطني بشكل سيادي اليوم الانسحاب من هذه الحكومة وأوكل للجنة التنفيذية تصنيف هذا القرار. أستاذ عمر، قلت أنكم انخرطتم في هذه الحكومة على أساس تعهدات واضحة، ما هي هذه التعهدات التي لم تستطع الحكومة القيام بها أو الوفاء بها؟ هي عديدة سيدي، ولا يمكن أن أعرضها في هذه الدقائق. أبرزها. لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي. لذلك فحزب الاستقلال اليوم مجلسه الوطني قرر الانسحاب من هذه الحكومة، وبشكل دستوري وليس انقلابا كما يحاول البعض أن يصفه، إنه احترام للديمقراطية. وحزب الاستقلال لا يمكنه الاستمرار بالانخراط في مؤامرة الصمت ضد الديمقراطية في بلادنا بنزعة تريد الهيمنة على الحياة السياسية والدستورية بإجراءات وتدابير تقتل هذا المسار الديمقراطي الذي ينقلب اليوم على هذا الدستور وعلى الديمقراطية. هم الذين نهجوا سياسة الآذان الصماء ولم يستمعوا إلى تنبيهات حزب الاستقلال. نعم، هل تنسحبون وحدكم من هذه الحكومة أم هناك أطراف أخرى في التحالف أو في الائتلاف الحكومي قد تنسحب معكم؟ سيدي، إن حزب الاستقلال حزب 80 سنة من النضال الوطني الديمقراطي لا يمكنه الصمت. الأطراف الأخرى هي حرة وتتخذ قراراتها، ولكن ما يمكن أن أؤكد لك سيدي الآن أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال وأن حزب الاستقلال لا تهمه المقاعد ولكن تهمه مصلحة الوطن. وإذا كان استمرارنا في هذه الحكومة
سيضرب الديمقراطية وسيضرب بمكاسب الشعب المغربي فلا تهمنا المقاعد. فعلا هناك طرف ما يتمسك بالمقاعد، ولكن حزب الاستقلال ما يهمه هو مصلحة البلاد ومصلحة الشعب المغربي. شكرا لك عبد المر عباسي، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال من الرباط. قال وزير الداخلية الليبي عاشور عاشور شويل أنه يستحيل القضاء على الخلل الأمني الحاصل في ليبيا ما لم يتم جمع السلاح المنتشر بين الناس. جاء ذلك عقب استمرار استهداف مقر الشرطة في مدينة بنغازي بعبوات